أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والوالدين والأستاذنا والأستاذاتنا والأمهاتنا والأولادنا والمشايخنا والأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والأقربائنا والأصحابنا والأزواجنا والذرياتنا والإخواننا والأخواتنا والأصدقائنا وأحبائنا وأساتيذنا وصغيرنا وكبيرنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا والأنثى والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات ويا قاضي الحاجات، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، صل على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.